بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. والظلم هنا الشرك الخفي، وإليه يرجع كل الشر في جميع صوره. وإنما يكون الشرك الخفي في سر السريرة، وأخفى منه ما يكون في سر السر كما يقول أصحابنا الصوفية. والقرآن في ذلك يقول: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أخفى من السر وهو سر السر. فأسلوب القرآن في شفاء النفوس من الخطيئة أسلوب عكسي، يبدأ من الخارج ويسير إلى الداخل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يعني في جملة ما يعني أن السالك في طريق الله يراقب نفسه في أول أمره ويحاسبها لتترك عيوب العمل، في حين أنها متورطة في هذه الأثناء في عيوب القول، ولكنه يسمح بذلك كنوع من التدريج للنفس. ثم هو إن استقام له أمر نفسه في ترك عيوب العمل، وكان ذلك منها في سلاسة بينة وانقياد زحف بها إلى تكليفها ترك عيوب القول، في حين أنها متورطة في هذه الأثناء في عيوب الخواطر، فهي مشوشة الخواطر كثيرة السرسرة الباطنية، ولكنه يسمح لها بذلك سياسة لها وتدريجا، إذ كلفها أمرا شاقا في ترك ثرثرة اللسان. ثم هو إن استقام له أمره على ما يحب في ضبط لسانه بعد ضبط جوارحه، يكون كل أولئك قد ترك أثرا حميدا في تهذيب الخواطر، فيصبح عليه أن يزحف نحوها في ثبات وثقة، يهذبها بعد تشويش ويسكنها بعد جيشان. فإن هو استقام له أمره على خير ما يحب وسلم صدره من الوساوس وتنقت السريرة، فقد يبدأ بصورة جلية الأسلوب الطردي، بعد أن وصل الأسلوب العكسي إلى هذه المرحلة المتقدمة. ويجيء دور قوله تعالى من الآية السالفة الذكر: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ويكون أغلب نظر الإنسان بعد ذلك إلى داخله، بعد أن كان مشغولا ومهوسا بالخارج، وعند ذلك توشك المطابقة أن تتم بين السيرة والسريرة، فإن نقاء السريرة ينعكس في استقامة السيرة، ويبلغ صاحب هذه السيرة عتبة الحرية الفردية المطلقة. وكلما تنقت السريرة كلما استقامت السيرة، فضاقت لذلك دائرة المحرمات وانداحت دائرة المباحات، على قاعدة الآية الكريمة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فإذا استمر السير بالسائر إلى نهايته المرجوة، وهي تمام نقاء السريرة وكمال استقامة السيرة، عادت جميع الأعيان المحسوسة إلى أصلها من الحل، وانطبقت الآية الكريمة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهذه مرتبة متقدمة من مراتب الحرية الفردية المطلقة التي قد طوع كل تشريع الإسلام ليبلغها الأفراد. ومن أكبر آيات هذا التطويع أن التشريع كله وفي كل صوره مبني على المعاوضة أو قل القصاص،
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والقرآن أيضا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهاتان الآيتان هما قوام الأمر كله في مبنى الشريعة وفي مبنى الحقيقة، يعني في عقوبة الدنيا أو ثوابها وفي عقوبة الآخرة أو ثوابها. والقرآن يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. فسئل عنها شيخ الطائفة الصوفية أبو القاسم الجنيد فقال يسأل الصادقين عند أنفسهم عن صدقهم عند الله، والصدق عند الله مطلق والصدق عند الخلق نسبي، فيجزي كل صاحب صدق بما يبلغ صدقه بالقياس إلى الصدق المطلق، كما قال ليجزي الصادقين بصدقهم. وهذا الجزاء قصاص في الشريعة وقصاص في الحقيقة أيضا، كما وردت إلى ذلك الإشارة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حياة هنا تعني زيادة معرفة، فحين تجازون بالخير على ما عملتم من خير على قاعدة الحسنة بعشر أمثالها أو تضاعف، وحين تعاقبون على السيئة بمثلها أو يعفى عنها، تزيدون حياة على حياتكم السابقة بارتفاع مدارككم وصفاء عقولكم وبسلامة قلوبكم. كتاب الرسالة الثانية من الإسلام، الأستاذ محمود محمد.